إذن هذه الصور المباشرة نتابعها من برلين، حيث يتظاهر بعض الأشخاص يطالبون حكومة ألمانيا بوقف تصدير وتصدير السلاح لإسرائيل ووقف تمويل شراء الأسلحة. هذه المشاهد المباشرة، نشاهد كيف يتم التعامل بعنف مع متظاهرة ترتدي الكوفية الفلسطينية، مظاهرات سلمية لا أعمال شغب أو عنف يقوم بها هؤلاء المتظاهرين، فقط يطالبون بوقف هذه الجرائم والمجازر التي تحصل في غزة، ويطالبون حكومتهم بالامتناع عن أخذ الضرائب من الشعب الألماني ودفع نسبة كبيرة منها إلى الحكومة الإسرائيلية أو إلى تمويل الأسلحة الإسرائيلية التي تقتل الشعب الفلسطيني. نطلع على الصورة بشكل تفصيلي أكبر مع يمان شواف. يمان، ما الذي يجري الآن؟ نعم، كما تشاهدوا هذه اللقطات المباشرة الآن، نشطاء احتجوا على الشرطة، أصدرت بعض التعليمات بإيقاف هذه التظاهرة، وهو ما دفع بعض النشطاء لرفض هذه يعني الدعوة من الشرطة. بعد ذلك قامت مجموعة من الشرطة واعتقلت هؤلاء كما تشاهدي في الصورة. طبعا الشرطة تمنع أحد من الاقتراب. قبل قليل كان هناك أيضا يعني اعتقال بطريقة وحشية لأحد هؤلاء النشطاء، ويعني كانت يعني تظهر بوضوح اعتداء الشرطة. يتعامل الشرطة طبعا بعنف واضح مع النشطاء هنا، هؤلاء طبعا النشطاء المنددون بالإبادة الجماعية في غزة. أيضا هناك انتشار، يعني نحن هنا يعني فقط ننقل يعني هذا الاعتقال. لو اتجهنا يعني حيث الاعتصام، هناك أيضا انتشار حتى داخل هذا الاعتصام، هناك انتشار للشرطة بشكل كبير. تحاول الشرطة يعني منذ بضع دقائق تحاول فض هذا الاعتصام، على الرغم من أن المنظمون يعني كانوا يلتزموا بكل التعليمات ولم يكن هناك أي شعارات يعني خارج القانون، لكن علمنا من يعني منظمون هنا أن الشرطة الألمانية بسبب الشعارات التي كانت تدين نتنياهو، وتفاجأ المنظمون بأن هذه الشعارات حتى في إسرائيل يسمح بانتقاد نتنياهو كما يقولون، ولكن هنا الشرطة الألمانية تمنعهم من ترديد أي شعارات تخص الحكومة الإسرائيلية، وهم يعني متفاجئون ومستغربون كما تحدثوا لنا. لذلك رفضوا يعني تقييد حقهم في التعبير عن آرائهم، لذلك هتفوا بعض الهتافات التي يعني هي أصوات كانت يعني استغراب منهم، لما يعني بعد أن طلبت الشرطة عبر المكبرات منهم بإنهاء هذه المسيرة، لكن هم مصرون على الاستمرار. وطبعا هؤلاء النشطاء كما تشاهدهم لا زالوا معتقلين من قبل الشرطة، لا نعرف ما هو مصيرهم، كيف سيتم التعامل معهم. كما يعني كما نشاهد الصورة الآن، هم بينهم طبعا نساء وبينهم شبان، هم من جنسيات طبعا متعددة، هم جزء من يعني كان هناك حالة من الغضب لدى النشطاء، لكنهم فضلوا ألا يعني يتسع أكثر هذا الصدام مع الشرطة، وطلبوا من بقية النشطاء متابعة هذه التظاهرة. كما تشاهدي هذه إحدى السيدات التي تم اعتقالها من قبل الشرطة. نعم. كما نشاهد هذه الصورة المباشرة لهؤلاء النشطاء. طبعا كما قلت لا نعرف حتى اللحظة ما هي التهمة التي ستوجه لهم، وما هي يمكن أن نشاهد كيف يتم التعامل معهم بطريقة يبدو أنها مواطنة ألمانية. هذا جزء مما يعانيه طبعا
النشطاء هنا في برلين، يعني النشطاء الذين يرفضون الإبادة، الذين يرددوا شعارات ترفض هذه الإبادة، دائما ما يعني تحدث هذه الصدمات. يعني هناك يعني طريقة كما يتحدثون مستغربة ومستهجنة من العنف الذي تمارسه الشرطة بحق هؤلاء. يعني الطريقة التي تم اعتقال بها المجموعة يعني كانت طريقة عنف، كانت واضحة للجميع هنا، وكان هناك حالة غضب من الناس. كي لا تخرج الأمور عن السيطرة، حاول المنظمون أن يهدئوا المتظاهرين الذين رفضوا هذه الطريقة. أخيرا يمان، هل يمكن الحديث بأنه هناك ربما موافقات لتصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل؟ يعني شاهدت في السنوات الأخيرة قفزات كبيرة عن السنوات التي قبلها. يعني حقيقة يعني النشطاء يستغربوا الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الألمانية. يعني كما قلت لك، أحد المنظمين قال لي أن الشرطة طلبت منه، حذرتهم، لم تطلب منهم، حذرتهم بأنهم إذا رددوا أي شعار مناهض لرئيس الوزراء الإسرائيلي أو أي أحد في الحكومة الإسرائيلية فإنهم يعني يسحبوا هذا الترخيص وسيفضوا هذه التظاهرة. لذلك قالوا أن هذا الأمر مستهجن. يعني حتى في إسرائيل كما تحدث المنظمون يمكن أن تهتف ضد الحكومة الإسرائيلية، هناك تظاهرات، لماذا برلين تمنع الناس من التعبير عن رأيهم؟ هذه جزيلا نعم. لك يا مان. طبعا المسيرة هنا كما نشاهد هذه الأصوات، يحاول المتظاهرون الاستمرار في هذه المسيرة رغم محاولات الشرطة فض هذه الوقفة.